بأعلى أصواتكم. والله حاليا الاجراءات الامنيه مثل ما تشوفوها جنابكم وتشوفوها المواطنين، احنا سهرانين ليل مع نهار خلال 24 ساعه في ال 24 ساعه، تقديم الخدمات لاخواننا الزائرين، التفتيش الدقيق ايضا. هذا الرجال يا هو يا هو جمعية الهلال الأحمر العراقي فرع بغداد. استعداداتنا هي نصب محطات إسعاف أولي ومحطات استراحة للزوار على طول الطريق المؤدي إلى مدينة الكاظمية المقدسة.